فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما قولكم في قول من يقول ينبغي ألا نناقش في تفاصيل العقيدة ونبين البدع، وإنما ينبغي أن نوضح أن قضية الإسلام العالمية أهم من هذه الفروع، وجزاكم الله خيرا؟ الإسلام ينبني على العقيدة، لا إسلام بدون عقيدة. العقيدة هي أساس الإسلام، ولهذا جاءت الشهادتان في أول أركان الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الشهادتين قبل الدعوة إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصوم وأركان الإسلام. فليس هناك إسلام بدون عقيدة، فلا بد من الاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها. والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بالعقيدة لأنها هي الأساس. فالذي يزهد في شأن العقيدة ويقلل من شأنها ويقول يكفي الإسلام، نقول ما هنا إسلام بدون عقيدة، كيف يكفي؟ ما هنا إسلام بدون عقيدة، ولا يصح الإسلام بدون عقيدة. يعني تقيم جسم بلا رأس ما هو ممكن هذا أبدا. هذا إما أنه جاهل يسمع كلام الناس ويردده بدون فهم، وإما أنه مغرض ويحارب العقيدة ويأتي بهذا الأسلوب، يقول يكفي اسم الإسلام بدون عقيدة، هذه مغالطة واضحة. نعم.